أنا إذا مت احرقوني ثم انثروا رمادي للبحر، لئن قدر الله علي سيعذبني. يقولهم إذا الله جمعني حيعذبني، يعني شك بقدرة ربنا. هو شك لأنه جاهل، شك بقدرة ربنا. فقال لأبنائه أنا إذا مت احرقوني احرقوني وانثروا رمادي في البحر، فوالله لأن قدر الله علي سيعذبني عذابا لم يعذبه لأحد من العالم. فلما مات جاءوا أبنائه، حديث صحيح، حرقوا ونثروا رماده في البحر، فقال الله اجمعوه، فجمع، فوقف أمام الله، فقال الله له عبدي ما حملك على فعل هذا؟ يعني ليش سويت كذا؟ فقال يا رب خشيتك وخشيت ذنوبي. قال يا رب أنا خفت وخفت من ذنوبي. فقال الله عز وجل ادخل الجنة فقد غفرتها لك. ما شاء الله، هذا الرب. لهذا نحن ليس لنا إلا الرحمة.